وابتسم، هيا فلترعبهم، أسكن النشوة أنت فيهم. لكني لست هكذا، إما أن أؤذيك أنت أو أن تعلن فورا بأن تنفيهم. ما الذي يحدث؟ أنا لست شخصا نفسي، أنا لست شخصا سيئا. هذا ما أقصده أيها العين المجنون. على هذه الأرض إما أن تكون الأسوأ وإما أن لا تكون، إما أن تتلاشى وإما أن تكون منا. إذا نحت التفاهة لوث عقلي، فليغزوني سرطان جهلكم الشافي. أنا هنا وحدي، لن أسقط، لن أميل. فرحا أيها العالم، كلكم مرض موت. السقاء لي والمجد لي، فلأصبح الشخص الأكثر شرا بينكم. مشاعركم وأموالكم، حبكم وجمالكم، أبحثرهم بفني ويحبكم. من قال أن فقط ضحايا الإحباط لهم نصيب من الانفصام؟ من قال إني انفصمت لا أبتسم؟ أنا لم أقل والرب لم يقل.